دلوقتي احوال المرور، طبعا بعديها الطقس، احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. وهنبدا جولتنا من محافظه القاهره، تحديدا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه في اتجاه ميدان رمسيس. شارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مروريه، اما شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر فبيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء. كمان بعض الكثافات النسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية. كورنيش من المظلات إلى وسط البلد في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة في سيولة مرورية هناك ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة. كمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية. في كمان بعض الكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. كمان بتظهر بعض الكثافات التانية في شارع السودان لغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. اللي جاي بقى من أكتوبر في اتجاه الدائري مازال الطريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة قبل طلعة الدائري. كمان في بعض الكثافات المرورية على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين والعكس سبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الكوبري. نروح لمحافظة الإسكندرية، في هناك سيولة مرورية عند كوبري ستانلي لكن في بعض الكثافات المتفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية ونروح أسوان، هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة، هناك في سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ كمان إن في كثافة مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطر اللي هناك بيشهد الطريق الدائري حواليها كثافات مرورية. كمان أيضاً في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في كمان بعض الكثافات المرورية هناك. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. نستعرض بقى مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في كمان ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم، في نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفي كمان النهاردة فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، حلايب وشلاتين. درجة الحرارة في القاهرة النهارده 34 وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44 وأقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.